قال إن كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود فترة راحة سلبية بعد انتهاء الموسم الجاري تصل ل 45 يوم، وينتهي الموسم الجاري بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تقام أو تستضيفها مصر خلال شهري يونيو ويوليو، على أن يتم استكمال الدوري بعد البطولة. قال عامر حسين بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية واستكمال الدوري ونهايته سيكون هناك فترة راحة سلبية تصل ل 45 يوم قبل انطلاق موسم 2019-2020. كمان الشروق قالت أن كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن موقف الدوري الممتاز بعد استضافة أمم أفريقيا 2019، وقال الأمور ستكون صعبة بالنسبة للدوري، ولكن الأمور تستحق العمل بجهد أكبر من أجل إنهاء المسابقة. يجب أن نوجه الشكر لهاني بوريدا لأنه له دور كبير فيما حدث، وأضاف نسعى لاستكمال بطولة الدوري مهما كانت المعوقات أمامنا، ولا نعلم موعد نهاية الدوري حتى الآن. وعن مسابقة كاس مصر قال عامر حسين تخطينا مباريات ومراحل كبيرة في كاس مصر ووصلنا لنصف النهائي، إنهاء الكأس سيكون أمر سهل لأن المسابقة لا ترتبط ببعضها البعض، وأتم كأس مصر سهل أن نقيم المباريات للأندية غير المرتبطة بأي مواجهة، ولا توجد نية لإلغاء المسابقة.